صراعات أدت إلى الجوع. بعدما مثلت الصراعات والتوترات الجيوسياسية والإقليمية محركاً رئيسياً لنقص إمدادات الغذاء ووصول نسبة الجياع في جميع أنحاء العالم خلال 2023 نحو 70% بمناطق الحروب والعنف، تصدرتها الأزمة الأوكرانية التي أجبرت الناس على ترك منازلهم ومحو مصادر دخلهم. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، حشد العالم موارد بقيمة 14 مليار دولار لمعالجة أزمة الغذاء العالمية غير المسبوقة. وجاء ذلك الحشد في وقت ذكرت فيه وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية وتغير المناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع في عام 2023، وهو ما أثر على حوالي 9% من سكان العالم. التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية تطرقت إلى الهدف المرجو للأمم المتحدة والمتمثل في الوصول إلى عالم خال من الجوع بحلول 2030. وفق التقرير، سجل حجم من يعانون من الجوع نحو 733 مليون شخص تقريباً في العام 2023، وهو المستوى الذي ظل مستقراً على مدار 3 سنوات بعدما ارتفعت بشكل حاد عقب جائحة كوفيد-19، كما أن نحو 2.33 مليار شخص أو ما يقرب من 29% من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان.